مرحبا، بدي احكي اليوم على قصة بتهمني وبتهم كل البشرية. الزواج يعني له اشكال طبعا فظيعة. الزواج علاقة كتير معقدة وكتير مركبة وكتير صعبة، وهي مغامرة. كل اثنين بيتجوزوا بيكونوا قرروا انهم يدخلوا هاي المغامرة. هي مغامرة حقيقية لانه نتائجها ما بنعرف شو هي. يا ترى هالاثنين ما لها علاقة قديش بيكونوا بيحبوا بعض، في اثنين بيكونوا بيموتوا على التراب اللي بيمشي عليه بعضهم، يعني هن الاثنين كل حدا يعني بيموت على التراب اللي بيمشي عليه الثاني، ومع ذلك بنلاقيهم لما بيتجوزوا بتبطل هي العلاقة مهمة، بتبطل حتى صحية وبتبطل حتى منطقية. يعني الاثنين اللي بيتجوزوا جوازة عادية، جوازة أهل، بتلاقيهم مبسوطين متفاهمين أكثر. المهم هي مرتبطة بأساس الأشخاص، بتربيتهم، بتهذيبهم، بمبادئهم، بأخلاقياتهم. وفكرة الزواج بالنسبة لي، بالنسبة للدنيا كلها، هو إنه بالكنيسة شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه بتعاهد مرتك وللست نفس الشيء، للبنت والولد بيقولوا لهم إنهم يتعاهدوا إنه يبقوا مع بعض، يوقفوا جنب بعض بالمرض، بالفقر، بالانكسارات، بكل شيء. هو هذا الزواج، هو هذا الامتحان، لأن الاثنين لما بيتجوزوا بالبداية بيكونوا بأحلى حالاتهم، حلوين وأمارات وصحتهم بتجنن وياخذوا فيتامينات ورائعين. بهالحياة بيمرقوا بقى بالانكسارات اللي بتمر فيها الدنيا كلها. هو هذا امتحان الزواج. رفيقتي بقى، رفيقتي عندها جوز جبار فظيع. تخيلوا إنه ضل يخونها 20 سنة مع ذات الشخصة، ذات الإنسانة. كيف؟ ما بعرف. 20 سنة. قال لها بعد 20 سنة ليه؟ لأنه مرضت رفيقتي مرضى كتير كتير كبيرة، استأصلوا جزء من جسمها. فبطل يداري، بطلت قصة، بطل يخاف منها، بطل بده هذا الرعب اللي كان عايش فيه، بده خلص يعني يخلص منه. فصار يبين لها. والقصة والمرعب كمان أكتر إنه الست الثانية قالت لها كمان، وهي بعز بقى المعمعة تبع مرضها ومشاكلها الصحية. مو بس هيك، صار كمان يعني يعايرها بمرضها، يقلها كلام كتير قاسي. وطبعا حب بعد هديك الحب تبع الحب الطويل، حب غيرها وغيرها وهي موجودة. هي لليوم على قول يعني المثل، لا معلقة ولا مطلقة، وما بتعرف شو بدها تعمل لأنها ضعيفة ومنكسرة. وطبعا سبب انكسارها هو إنه هذا الزوج يلي المفروض إنه بهي المحنة هذا دوره، هو هذا الزواج. الزواج أساسه لازم ببين بالمحن. هو بقى وقت المحنة هرب الزلمة، اعترف وهرب وأهمل واستهتر وجرح. مشان هيك عم قلكم إنه الزواج مغامرة. الزواج مغامرة كمان غير مضمونة تماماً تماماً. كل حدا فينا لما بيسمع هيك قصة بيقول يا رب يا رب، لو أنا يا ترى مكان هالست شو بدي أعمل؟ حدا بيعرف إنه لو كنا نحنا، لأنه هي لحظة بتفرق كل شخص فينا عن أي أزمة بالدنيا، صحية ولا مادية ولا شو، هي لحظة بتفرق بيننا وبين إن شاء الله، يعني الله يبعد عنا وعن الجميع يا رب العالمين أي مصيبة صحية ولا مادية ولا عائلية ولا أي شيء من هذا النوع. فجوزها طلع ما له علاقة بالجوز وتخلى عنها عند أول أزمة، أزمة صحية كبيرة. طبعا جوزها يعني ما بحبه بالمرة، بس حأحكي لكم المرة الجاية على جوز رفيقتي الثانية اللي رائع فظيع عظيم. كيف لازم يكون الرجال، كيف لازم يهتم بمرته بحبيبته، كيف لازم الحب يقوى بهي الأزمات. أحكي لكم قصة كتير كتير رائعة المرة الجاية. يا حلوين.